كذلك من رام الله ينضم إلينا السيد مراد السوداني، رئيس اتحاد الكتاب والأدباء الفلسطينيين. سيد مراد، أهلا وسهلا بك على شاشة القاهرة الإخبارية. الحرب في غزة، العدوان الإسرائيلي لم يفرق لا بين البشر ولا الحجر ولا أي شيء، وإضافة إلى ما حصده طبعا من أرواح آلاف الشهداء من المدنيين، حصد نخبة الأطباء والأدباء والشعراء والعلماء وأساتذة الجامعات، وفي ذلك دلالة. تفضل. تماما يا سيدتي، طوبى وطيب للسادة الشهداء والشفاء للجرحى والحرية لأسرى الحرية. هذا العدو الصهيوني لا يفرق حقيقة بين راية وراية، ويستهدف الكل الفلسطيني. الآن الاحتلال بدباباته ومؤللاته إلى مخيم نور شمس، استشهاد شاب في مخيم دير عمار، الاقتحامات في مختلف فضاءات الضفة الغربية، القرى والمدن، المخيمات على قدم وساق في مجاورة الاستهداف إلى غزة، لأن الحرب على الشعب الفلسطيني برمته. ومن استشهدوا في غزة ليسوا أرقاما حقيقة، ويستهدف النخب الفلسطينية. ومنذ أسبوعين تم استهداف عضو الأمانة العامة السابق لاتحاد الكتاب وعضو مجلس أمناء مؤسسة معين بسيسو والموظف في وزارة الثقافة الفلسطينية الشاعر سليم النفار رحمه الله وعائلته وأخيه وعائلته الذين لم يتم انتشالهم من تحت الأنقاض منذ أسبوعين. أطباء، مستشفيات، دور عبادة، نخب ثقافية. بالأمس أحد الصحفيين ما يزيد عن 83 صحفيا، كل ما من شأنه أن ينقل الحق والحقيقة الفلسطينية على سياق الاستهداف الصهيوني. لذلك الحرب الكونية على غزة أمام هذا الصمت العالمي ما هي إلا مجزرة مفتوحة، وما هي إلا أفران مفتوحة على الذبح والتدمير والإلغاء، كما لم يحدث في أي سياق في التاريخ منذ الأساطير الإلياذة والإنياذة حتى هذه اللحظة، لتقدم فلسطين ملحمتها باقتدار، وليقدم أهل فلسطين درس العناد المقدس بما يليق بهم وبما يليق بهذا التراب المعاند وبما يليق بالذاكرة والإرث العميق والثقافة العميقة لفلسطين. طيب سيد مراد، يعني رغم هذه الوحشية ورغم أن العالم كله بات يعرف تماما هذه الانتهاكات وهذه الاعتداءات الإسرائيلية التي تمارسها ضد المدنيين في قطاع غزة، إلا أن إسرائيل مستمرة في هذه الحرب وعدوانها على القطاع وعلى الشعب الفلسطيني. يعني برأيك لماذا تبدو إسرائيل غير عابئة بالمجتمع الدولي ولا بصورتها الذهنية التي نتوقع أنها لن تستطيع إصلاحها ولو مضى عقود أو قرون، لأنها كتبت بالدم في التاريخ؟ يعني بالعامية الفلسطينية لدينا مثل يقول القوي عايب، وهذا العيب وهذه إدارة الظهر والإشاحة عن كل ما يحدث لإطلاق يد هذا الكيان المجرم من قبل الراعي الأول للإرهاب الولايات المتحدة الأمريكية وأخواتها من استعمار قديم. لذلك عندما يتم إطلاق يد هذا الكيان، عندما يأتي بايدن ويأتي أدوات حرب الولايات المتحدة الأمريكية المشاركة منذ اليوم الأول في سياق الحرب، يعني بكل السياقات، وفتح جسر جوي لدعم وإسناد هذا الاحتلال، ولا نجد هذا العالم يقدم لأهل غزة الماء والدواء والكهرباء وأبسط مستلزمات الحياة، جنك ديح الطفلة التي لم تتجاوز 13 ربيعا تموت من الجوع، المشاهد التي نراها للطفولة المشدوهة التي لا تجد قوت يومها لصرخات الأمهات والشيوخ، لكل هذا الرعب ولهذا الإجرام الذي يحدث، كل ذلك يحدث أمام باصرتي العالم، لأن هذا العالم أطلق يد الوحش الاحتلالي ليقوم بتدمير كل ما من شأنه أن يتحرك على هذه الأرض في غزة. وحقيقة ما يحدث فوق الخيال وفوق احتمال القلب والعقل. لذلك هذا يستدعي مرة أخرى الموقف العربي الضاغط والواجب حقيقة،
للجم هذا الكيان المحتل الذي يتوغل في الدم الفلسطيني حتى الركب، ولم يشبع من مجازره التي تعدت 1070 مجزرة في غزة. كل ذلك يحدث أمام الشاشات، وكل ذلك يحدث أمام المشاهدات العالمية والعربية كذلك. وبالتالي وكأن قدر فلسطين منذ قرن من الزمان أن لا تبرح بيت العزاء، وكأن قدر أهل فلسطين أن تتناسل على أجسادهم وأرواحهم كل هذه المجازر المركبة والمعقدة عبر استراتيجيات كونية ذابحة، وكأن قدر أهل فلسطين أن ينوبوا عن هذه الأمة وعن الحرية الحمراء في العالم للدفاع عن الحرية المشتهاة. نعم، هذا القدر تأخذه فلسطين وتقوم به بدفع مهور من دم أبنائها، والسجون تضج بآلاف الأسرى، أجمل أبنائنا في السجون وأجمل أبنائنا شهداء. لذلك ما يحدث حقيقة من رعب ومن أهوال ومن نوازل على أهلنا في غزة يستدعي مرة أخرى وقفة لضمير العالم الذي بات ميتا، لأنه لو صحى هذا العالم، وأنا أتذكر عندما تم قتل 6 من يعني رسامي الكاريكاتير في شارل إبلو في تونس، يعني تداعى كل زعماء العرب والعالم لحضور وللتنديد وللاستنكار، وكأن القيامة قامت أمام هذا الدم الذي ينعف في وجوه كل العالم ولا نجد من يتحرك. يعني ماذا يسمى هذا؟ حقيقة نحن عاجزون عن التوصيف وعاجزون عن مقاربة هذا الوجع. نعم. غير المسبوق، لا في القواميس ولا في الكتب ولا في الموروث. لذلك سيكتب التاريخ مرة أخرى بأن أهل فلسطين لا يدافعون عن أنفسهم حقيقة، بل يدافعون عن كل عواصم. نعم، عذرا لأن الوقت يداهمني. على كل حال، شكرا جزيلا لك من رام الله السيد مراد السوداني، رئيس اتحاد الكتاب والأدباء الفلسطينيين.